لا انا تعبت جدا، مش قادره اكمل يا صفيه، مش قادره اكمل 5 دقايق على بعض. 5 دقايق ده ايه؟ انت لسه شباب. سونيا ياي، ازيك؟ بتعملي ايه هنا؟ ده اللي بتعمليه بالظبط. عايزه اخلي جسم حلو كده ورشيق. وحشاني موت. انت فين يا رب؟ بقالي كتير ما سمعتش عنك. صفيه صاحبتي، سونيا صاحبتي كمان. اهلا صفيه. هاي، نايس تو ميت يو. ثانك يو ميت يو. طب انا وصفيه مقدور علينا، بنعمل اجسام حلوه عشان نحافظ على جوازنا، دول حتى ما عندهمش علم ان احنا بنيجي النادي. انما انت بقى لا متجوزه ولا عندك راجل ولا يحزنون، وعامله اضراب للرجاله، بتعملي كده ليه؟ انا كمان جايه احافظ على رشاقه جسمي، لعل وعسى ربنا يرزقني بابن الحلال بعد طول الغياب. وعموما اي حد هيجي هيبقى احسن من اللي اسمه سمير ده. والله يا سونيا في دي عندك حق، انا اول ما شفت سمير ده ما حبيتهوش ولا دخل قلبي ابدا، وقلت بيني وبين نفسي ايه اللي وقع سونيا الحلوه الجميله الواعيه وقع السودا دي. معلش ربنا هيعوضك باحسن منه ان شاء الله. يا مكاره شكلك في حد مخبيه عني. ده انت وقعتي ولا حد سمع عليكي. لا 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 تعالي احكيلي شكله ايه، حلو ولا لا، مصري ولا اجنبي. بقولك ايه، ما تتكسفيش من صفيه، صفيه دي صاحبتي الروح بالروح، ولما تعرفيها هتحبيها اكتر مني كمان. مدام نجوى قالت فيكي كلمتين الحلوين دول يبقى اكيد هنبقى اصحاب يا صفيه. انا كمان اتفتح لك قلبي قوي يا سونيا. الله الله الله، انت حبايه عليا الحدوته ولا ايه؟ احكيلي شكله ايه الراجل ده اللي قدر يخطف قلبك المحصن. تقدري يا ستي تقولي انه مصري 100%. واو، طلع بلدياتنا. وهو الحقيقه بقى لا سنه كبير ولا صغير، لا طويل ولا رفيع، بس الراجل في السن ده بيبقى في قمه الروح. الله، طب وشعره، شعره ايه؟ شعره بقى لون الجنة، عارفه اللون الابيض كده اللي بيلمع زي الفضه، وكلامه كلامه شاعري وموزون، يديكي احساس كده ان انت اجمل واحسن ست في الدنيا. طول ما هو معايا احس ان انا في قمه الرومانسيه. يا خساره، كل الحاجات اللي قلتيها دي في الرجاله بتاعتنا ما عدا قمه الرومانسيه. عارفه ليه؟ لان كل تفكيركم في العيال وبس، يعني كل حياتكم روتين في روتين. عندك حق، عندك حق يا سمير. عشان كده انا جبت صفيه هنا النادي وعملت لها نيو لوك عشان تقلب كيان جوزها وترجعه لحظيرتها. حظيرتها؟ ليه؟ هو حيوان؟ الرجاله عاده عندهم نزعه الغريزه الحيوانيه. بعيد عنك. نجحتي؟ اه نجحتي الى حد ما، المهم الاستمراريه وعدم الاستسلام. طب بقول لكم ايه بقى، انا مضطره اسيبكم دلوقتي عشان عندي ايرابكس. اوكي، فرصه سعيده يا صفيه. انا اسعد. استني بقول لك ايه، انت لازم تيجي تزوريني مع نجوى في البيت عندي. ده اكيد ان شاء الله. نجوى انت كمان اتصلي بيا وخدي مني ميعاد، وهدي صفيه في ايديكي. صفيه هشربك احلى فنجان قهوه في الدنيا. ميرسي. يلا باي باي. لا قولي لي، الراجل ده اعزب ولا ارمل؟ يا ريته كان ارمل. لا يا ستي مش عايز، ده متجوز وعنده عيال، بس دي مشكلته مش مشكلتي انا. يلا سي ان شاء الله. باي باي. دماغها خفيف قوي سونيا، اللي في دماغها دايما بتعمله، عايشه كده عنيده قوي قوي. بس هي بتقول انها على علاقه بواحد متجوز، بصراحه يعني ده غلط ومش مظبوط. والله انت على نياتك يا صفيه، تلاقيها واقعه على راجل عاجبه شكلها وطريقتها وطريقه لبسها وحركاتها، وهو تلاقيه واقع على شوشته. على العموم هي بنت لذيذه قوي وتتحب. المهم خلينا احنا في موضوعنا بقى ونركز، لاحسن تيجي واحده زي سونيا وتخطف رجالتنا مننا واحنا مش حاسين. اللي ساعتين مستنيك، ليش تاخرت؟ شو هالحكي؟ اكيد بدك تستناني طبعا. شو لك عم نشتري خواتم خطبه يا حبيبي يا عمر، هي قصه بتاخذ وقت. ايوه ان شاء الله توفقتوا. ايه توفقنا الحمد لله. الحمد لله كل شيء اوكي. عم يسال عني شيء؟ ايش صاحبك لهون؟ مين صاحبي؟ احمد سليمان. احمد سليمان بذاته اجى لعنا لهون على المكتب؟ وشو كان بده؟ ظاهر انه جاي يعمل عمليه استكشاف ومساءلات. قعد يسالني شو اغلى شقه عندكم وكم شقه عندكم باجور رول وكل هالاسئله بتعرف انت. لا هو جاي ياخذ فكره عن طريقه شغلنا ومستواه. هلا لما طلع من هون كان مبسوط؟ ليش انا قدرت اخذ منه حق ولا باطل؟ ولك ما كنتش اعرف اذا كان مبسوط ولا زعلان. هو فعلا معك حق، والصعب الواحد ياخذ انطباع عنه تماما. كيف انت انطباعك عنه شو؟ انطباعي انا، والله انطباعي يا سامي
انه جاي يشوف وين وقعت بنته. بس انا بطمنك كل شيء راح يكون ماشي تمام. هلا ليكس هابي. يس ام هابي اميليا كوز ام ان لاف اند هابينس از بارت اوف لاف اند ذس از وات ميكس مي ايفن مور ذان هابي. دو يو انديرستاند وات ام توكين اباوت؟ اي لاف يو منى. هاي شايفتك مبسوطة فرحينا معك. مامي أنا هلأ بس عرفت شو معنى الحب الحقيقي. يا حبيبي أنت مش خايفة يطلع كل هالإشي وهم؟ مامي عم بقولك عايشة قصة حب حقيقية مع سامي، عم بتقوليلي وهم؟ يا بنتي يا حبيبتي هلأ يمكن أنت عايشة حالة حب، بس بعد فترة بيدوب التلج وبيبان المرج وبتظهر الحقيقة ورح تكتشفي بنفسك انك كنت عايشة بوهم، عشان الحقيقة اشي والعواطف اشي تاني. سوري مامي بس انا ما بعرف ليش انت دايما بتحب تكسري معنوياتي. ليش؟ انا بحبش اكسر معنوياتك ولا بمقاديفك ولا باشي. انا بريدك تكوني واقعية تتعاملي مع الامور بالعقل مش بالعاطفة بس، عشان العواطف بتجيبش غير الصدمات والخيبات صدقيني. مامي أنا هيك، أنا إنساني عاطفية من الدرجة الأولى ما رح أتغير. وهذا الإشي اللي ممكن يخليكي تطلعي فاشلة بحياتك بالمستقبل وتطلع كل خياراتك وهم بوهم. مامي أنا ما بقبل إني أكون فاشلة، كمان أنت على أي أساس حكمتي علي بالفشل؟ من تصرفاتك، من لهجتك اللي تغربت ومش معروف لها هوية، من تسرعك. هذا سامي لسه متعرفة عليه، كيف ممكن تقرري ترتبطي فيه وتتجوزي وانت بتعرفيش اي اشي عنه او عن نواياه تجاهه؟ هو حابك اليك ولا حابك عشان فلوسك؟ يعني هذا كمال قريبك احسن من سامي؟ طبعا طبعا احسن، على القليله كمال ابن حسب ونسب، اهله من احسن عائلات الشام، مش زي هذا سامي اللي منعرفش اراد ابوه من وين. مامي أنا عن جد مش قادرة أصدقك، أنت لهلأ مش شايفة الفرق بين كمال وبين سامي؟ طبعاً شايفة، ما هو واضح، على القليلة كمال مش داخل علينا على طمع. شو عرفك؟ عشان كمال شبعان ببيت أهله، أنا بعرفه، بعرف أمه وأبوه، بعرف كيف ربوه، بعرف إنه مش بعازة فلوس أبوكي. مامي أنا ما رح أتزوج على مزاجك. وهذا كمان أنا ما حبيته وما دخل قلبي، دمه تقيل. يا دخيلك يعني سامي اللي دمه خفيف يسم الله وما شاء الله عليه يخلي لأمه ما أظرفه ما أهضمه. هذه الشغلة بالذات أنا ماني موافقتك أبدا، دمه خفيف وعلى قلبي زي العسل. عسل مغشوش حبيبتي وحياتي، شفتي كيف؟ شفتي كيف إنك بتفكري بعاطفتك مش بعقلي؟ يا بنتي يا حبيبتي أنا بدي إياكي تحكمي عقلك تتهوريش. شوفي أنا مثلا أنا مش شايفة أي إشي عاجبني بهذا سامي، كله عيوب بعيوب. ليش؟ عشان بفكر بعقلي، بحكمش عاطفتي زيك. مامي الظاهر إنه ما في شي بيعجبني رح يعجبك، بس أنا بدي إياكي تفهمي إنه سامي إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه. أنا هيك ما بعرف بحس إنه في شايفة في رحلة كفاح دادي. إيش؟ فشل. هلا انت عم بتقارني ابوكي المناضل المكافح احمد سليمان الملياردير بهذا سامي؟ انت ايش؟ فكري بعقلك يا بنتي واصحي على نفسك وحاجه تضيعي وقتك معه. ايش هو العمر بعزقه ولا ايش؟ الدقيقه صارت تسوي بهالايام ولسه بتقولي لي عواطف وحكي فاضي. اصحي بقى وفكري بعقلك.
take my luggage to my bedroom. Yes, sir. Thank you. Hi. Welcome back, Dad. Thank you. Oh, my darling. I miss you. I miss you so much. Where is your mother? She's gone out shopping. Shopping cannot wait. Never mind. Don't worry. She'll be back soon, you boy. Okay. Let's go up. Let me show you what I brought for you. Yeah. الو اي سعيد، قلت لك 100 مره انه ما بقى تحكي معي على المكتب، ما بيهون على الاستاذ كميل انه قلت لها باحاديثي الخاصه انا وبالشغل. انت اللي اضطريتيني كلمه هالوقت، صار لي يومين قاعده اتصل فيك وما تجاوبيني، امس رحت لك البيت وما كنت موجوده، برناديت ليش قصتك بالضبط؟ ليش ما تبين تشوفيني يعني؟ ايش صاير؟ ما في شيء، امبارح كنت مع منى كل النهار. طيب عموما الحين انا في الكوفي اللي جنب الجريده، ممكن تنزلين اشوفك بسرعه؟ لا ما في، استاذ كميل طلب مني اخلص موضوع بحث لليله. ما في يفل. طيب متى اقدر اشوفك بالضبط؟ ناديت انا وقت مشتاق لك ولازم اشوفك. ما بعرف. ببقى بحكيك على رواق، يلا باي. لا تسكرين التليفون الحين وسمعيني. سمعيني، برناديت انا لازم اشوفك عشان اكلمك على اخر التطورات اللي صارت بيني وبين لميس. هذا الموضوع ما بقى بدي احكي فيه سعد، بتعرف كثير منيح شو لازم تعمل، مع انه انا متاكده انه ما رح تعمل شيء. اجى الاستاذ كميل، صار لازم اسكر، باي. أهلا سيد أحمد. مرحبا الثاني، كيفك؟ أهلا بيك. لا تمام، ما في شيء، مشغول بشغلة صغيرة والله، عندي اجتماع صغير. أي تكرم عينك ولو حتى لو مشغول فضي حالي فورا. طلع أنا خلال دقيقتين بكون عندك تحت في المكتب. بتقدر تنزل فورا. أهلا وسهلا، مع السلامة. اهلا سامي، تفضلوا اقعد جنبي هون.
جورج، take us for a nice ride please. عندك مانع ان نحكي السيارة ماشي فينا؟ ابدا بالعكس، جو برا مطر وحلوة، شوارع لطف. عارف يا سامي، انا كل صفقاتي واجتماعاتي بعملها والسيارة ماشي فيه وهي تسوق فيه. بعتبر الشغل يعني عبارة عن حركة دائمة. تمام. والتخطيط للشغل والوصول للنجاح والنضال بحد ذاته. طبعا طبعا طبعا. انت عندك فكرة عن تاريخي؟ اكيد اكيد. تعرف يا سامي، بتذكر وانا صغير انا قضيت عمري بالمخيمات، مخيمات اللاجئين في لبنان. وانا صغير كنا نوقف بالدور، امي تبعتني تجيب هذا زيت السمك اللي يعني تقدرش تبلعه، حليب الناشف. اتذكر الاهانة والذل اللي كنا نحس فيها. ومن عمري 14 سنة صرت فدائي، بس فهمت فيما بعد انه البارودة لحالها ما بتكفي، فقررت اتعلم. اول يوم جامعة رايح مع ابوي بالتاكسي على الجامعة، بقول له بدي اكل يابا، جوعان، اشتري لي رغيف فلافل. غص ابوي، ما عمري بنسى الغصة تبعت. في هذيك اللحظة قررت ارجع على البيت بس مليونير. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه معك قرش بتسوى قرش، وهي الدنيا هيك. طلع على اليهود في العالم كيف ماسكين كل العالم بالمصاري وبالنفوذ وبالعائلة. من يومها حياتي كلها حركة، لا بهدة ولا بكن، حركة وحركة وحركة. وفهمت اللعبة من أولها، وقررت إني أعمل بزنس وما أحرم نفسي من شيء بتمناه. عشان هيك بحب الحركة الدائمة. هي الحقيقة أكيد طريقة مبتكرة بالشغل، وأنت حضرتك تعودت تعمل شغلك هيك. هاي سر نجاحي بالشغل. طبعا كل واحد فينا له طريقته الخاصه بالعمل. قصدك طريقته الخاصه في النجاح في العمل. اذا لازم نقاس النجاح، انا برايي قديش الواحد بيقدر يشتغل. يعني انت بتعتبر نفسك رجل اعمال ناجح في لندن؟ اذا بدنا نحسبها هيك، انا بعتبر حالي رجل اعمال ناجح. طبعا طموحي اكبر من هيك بكثير. وفي عندك هدف محدد، تارجت ومده زمنيه عشان تنفذ هذا الهدف؟ بشكل واضح لا، بس هي دائما بتراودني هي الفكره. مش هيك المفروض يكون عند الانسان هدف واضح وخطه زمنيه عشان ينفذ هذا الهدف؟ مثلا اعطيك مثل، انا مثلا عندي هدف واضح، كان دائما كنت احلم يكون عندي شركه بترول عالميه للنقل. اوكي، وكان بالنسبه لي المثل الاعلى مناسب الفلاح اليوناني البسيط اللي عمل كل شيء من ولا شيء. تمام، معروف. فانت عندك هدف؟ طبعا اكيد عندي هدف. هدفي انه شركتي يكون لها فروع بكل انحاء بريطانيا. ايه، بس في عندك راس مال كافي عشان تعمل هالشيء؟ كل شيء بوقته بصير. انا الحقيقه عم بحضر دراسه اقتصاديه عن المشروع، راح اعرضها على السوق، وبظن انه هي راح تكون ناجحه وراح تحقق راس المال المطلوب. انا حابب اطلع عليها لما تصير جاهزه. أتمنى طبعاً رح تكون أول واحد. طيب سيد أحمد، أنا بتشكرك على المشوار الظريف. ولو كون نسيب ولا تكون ابن عم. سامي، أنا إنسان واضح وصريح، بس بنفس الوقت صعب. مفهوم مفهوم طبعا. مع السلامة سامي. تنساش التارجت. تأكيد تأكيد. شكرا.
Bon appétit. Thank you. Thank you. I'm sure you know the problems between me and your mother. I'm sorry. But our marriage is not working. Yeah, but don't say that. I keep trying, but no hope. No, Yuba. You're not thinking of divorcing Mom. Sorry. I don't have a choice. Yuba, I'm so sorry. We love you. We really do. Please don't be upset. One day, you understand. I'm doing this for you. For you only. That's why you have to choose between living with me or with your mother. ليش معذب حالك؟ ما في عذاب. ما في شيء من قيمتك سيد عدنان. Oh my God. What a good whiskey. أنا صار لي زمان ما شربت ويسكي فخم لحالي. يمكن وقت مشروب إيدي مشروبي الخاص أنا يمكن نلاقي يكون في ويسكي من هدول المشروبات اللي من لمن من البار. ما حدا بيعرف. يا سلام. هلا انا ما قلت لك انك انت لا تنزع لي طعم التمي وتعودني على المشروبات النظيفه. يلا هي مره وقرب تمره. لك شفه لك شفه. لا انا بفضل اشرب من كوكتيلك اذا بقيان عندك شوي. اوف كورس نو بروبلم. لوك ات ذس. طيبة كثير كثير طيبة. شو مبين انت اللي رح تنزع طعم التمك رح تعودني على المشروبات النظيفة وانت تتعود على المشروبات لأي كلام. بدي اسألك سؤال عدنان. نعم. شو بتعرف عن التارجت؟ عن هدف الإنسان الحياة؟ انت منين جايب هذا السؤال العميق هلا؟ لا انا كنت مع واحد عم نبهني على هالشغله. ايوه حلو كثير حلو كثير. اكيد يلي سالك هذا السؤال اكيد 100% رجل اعمال ناجح كثير. رجل اعمال ناجح كثير. كنا عم نتناقش الموضوع عم سالني وين التارجت تبعك؟ شو الهدف اللي حاطه قدام عيونك بالحياه؟ رجل أعمال ناجح وخطير بهذه الطريقة حكى معك هذا الكلام أكيد مبيت لك نية معنى سليمة. تكير سامي وفهم تكير وفهم. بعدين هذا الرجل شو محله من العرب؟ شغلته بسيطة. أبوه لمنى. هو كيف طلب منك هذا الشيء؟ إنه يكون عندك تارجت يعني ما حد لك أثناء الحديث؟ أنا إحساسي إنه هو عم بيحاول يمتحني قبل ما يوافق على زواجنا. هو وافق على الخطوبة بس موافقته على الزواج هي الأهم. هذا هو التارجت تبعه. بده يميع الموضوع يخليه معلق. عموما أنت كمان اشتغل له على تارجت. لعبه. Make a play for him. مثل ما هو عم يلعبك. يعني عموما نحن كمان لو حكينا بموضوعية هذا الزلمة يمكن عم يفكر بمصلحتك. مو غلط ابدا انك انت تحقق طموحك ويكون لك حلم وتكبر شغلك ويكون لك هدف بالحياة. هيك رأيك؟ يس انا هيك شايف. تارجت. هي تارجت. حديثنا كان عن التارجت.
Hello, yes. Is Mr. Jean there? Okay, thank you. ولك ليش عم تتصل بجون بهالسرعة؟ Hi, John. I need to see you right away. No, I cannot wait till tomorrow. I need you to prepare a feasibility study for our company. Sure. You know what? Prepare an offer for me to buy your company altogether. No, John, no, no, I'm not kidding. I'm serious, yes. Just find out how much money you need. Yes. And get back to me. Bye. هذا هو التارجت. هذا هو التارجت يا عمر. نعم. ايه سبحان مغير الاحوال. لك شو هالنقلة هاي؟ هلا من كابوس الافلاس لشراء اكبر ايجنسي بلندن؟ وحياة الله ما عم بصدق انا. لا صدق حبيبي صدق هي حلاوة لندن. هي هيك فجأة بلحظات بتنقلك من الحديد إلى القمة. يعني شو اتفقت أنت وأحمد سليمان؟ طبقته يعطيك مصاري علشان تشتري ايجنسي جديدة؟ من كل عقلك. من كل عقلك الملياردير احمد سليمان بده يحط ايده بجيبته ويشيل شيك موقع ب 50 مليون جنيه ويقول لي تفضل روح اشتغل فيهم يا ابني. لك طبعا فكره المشروع هاي طلعت معي لما سالني احمد سليمان بالسياره عن التارجت تبعي للمستقبل. هي انت اساسا ما بتجيك الافكار النيره الا وقت الزنقه. بهي معك حق. انا بتطلع معي الافكار لما بكون تحت ضغط شديد أو لما أكون على حافة الهوية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقبل الله. تقبل الله. منا منكم صالح الأعمال. يلا بالإذن أنا رح أمشي. استنى أنت رايح فين؟ أنا عندي شغل. طب وهتخلص إمتى؟ عندي تركيب ساتلايتين وبخلصهم وبخبركم. ايه على فكرة يا خمجد انا في سؤال محيرني من زمان وحابب اسألك اياه. تفضل. هالستلايتات اللي عم تركبها يعني بتجيب افلام وبرامج خليعة وفاسدة والعياذ بالله اللي بنسمع عنها؟ طبعا بتجيب. انت ترتكب اثما كبيرا. انا ما دخلني. لا تقلي اثما كبيرا ها. انا بركب الستلايتات والناس هن اللي بيوقفوا المحطات. طيب الا تستطيع ان تحجب هذه المحطات عندما تركب ستلايتات للعرب او للمسلمين؟ ما هن اول شغله بيسالوا عنها هي المحطات بالذات. وبتقول لهم عليها؟ انت وين عايش؟ ما بدهم حدا يدلهم عليها، مثل عفاريت. بعدين هذا الموضوع بيرجع لرب الاسره هو وضميره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايف يا نبيل؟ شايف الغرب قد ايه بيبعدنا عن ديننا وعن ايماننا؟ شايف؟ شايف. بس انا في سؤال تاني بدي اسالك اياه. تفضل. انت بتقدر تحجب المحطات بدون ما يدرى زبون؟ انا طبعا بقدر بحجبها. فيني احط لك كود سري او الغي الامر كله. عليك ان تحجب هذه المحطات اللعينه وخصوصا اذا كانوا زبائنك من العرب او المسلمين. بس هذا غش. يعني هو غش بقصد حسن النيه لانك بهذا تمنع الرذيله ولك ثواب عند رب العالمين. يا رب الله يعطينا الثواب. بقول لك قبل ما تمشي يا امجد عايزك تفكر كويس في اللي احنا قلناه. ان شاء الله. يلا باي. الله معك. شفت لوين وصلت حالة الأمة الإسلامية؟ كله من أفعال الغرب الشيطانية. وصلنا للحضيض. إحنا لازم نرفض عاداتهم وحريتهم المطلقة اللي متمسكين بيها بشكل أعمى، زي تمام ما هم ما بيرفضوا مبادئنا وتعاليمنا الدينية. أهلين أحمد. طمني ايش صار معك؟ يا اصبر علي طلقت نفسي بالاول. ليش هي بنتك خلت عندي صبر؟ رح تموتني بتصرفاتها. قال ايش؟ قال عايشة حالة حب. وقال سامي زي ذاتي عصامي ورحلة كفاح ومن هالعلك اللي بيوديش لاشي وبيطعميش خبز. وليش انت وبنتك ليش هيك زقار نقار زي الديك والجاجة للنهار؟ عشان حضرتك بتفرضش شخصيتك هون بالبيت. والله؟ اه والله.
عامل لي فيها معلم برا والكل بخافوا منك وبيعملوا لك ألف حساب، بس هون بالبيت ستمونة عاملتك زي خاتم بأصبعها. والله والله إذا اجتني إشي جلطة على غفلة لتكون أنت وبنتك السبب، هيني بقول لك. ولك أنت، أنا مش فاهم، الواحد إذا بكون متفاهم هو بنته عشان يكسبها ويجيبها لطرفه، بكون خاتم في إصبعها؟ نسيت المثل اللي بيقول متى ما كبر ابنك خوي؟ ابنك مش بنتك؟ هي بنتك وحدة نمرودة شرسة، مينفعش معها إنك تخاويها. هيني بجرب معها كل السبل، فيش فايدة عبس. المهم طمني إيش صار بينك وبين سامي؟ ولا شيء. شو بدي فيها؟ إيش يعني ما صارش إشي؟ إيش يعني؟ عشان إيش بتقابله لكان؟ عشان أكتشفه وأعرفه أكتر. ولك أنت مش شايف إنه من أول ما تعرفت عليه عمال بعمل له امتحان ورا امتحان ورا امتحان؟ يا حبيبي عليك وعلى امتحاناتك. ليش نحن قاعدين بمدرسة عشان تمتحنه؟ مش ناقص غير تقول لي أعطيته علامة تفوق كمان. طبعاً قاعدين بمدرسة، مدرسة الحياة اللي أنت حضرتك ما بتفهميش فيها شيء. أنت عندك الدنيا يا إما أبيض يا إما أسود، في لون رمادي أنا بحبه. أقول لا؟ هلأ كل ما بحكيك بموضوع بنتنا بتقلب لي القصة كلها لفلسفة. فهمني، رسيني، وين وصلت أنت وياه؟ ما حكيت لك، طلبت منه يحدد لي هدفه التارجت تبعه بالحياه وبالشغل، وهي الشغله راح تلبكه وتخربته على بين ما نعرف شو خيره من شره. هدفه بالشغل وبالحياه حبيبي، والله ما عدت عم بفهم عليك ايش عم بتساوي معه. احسن ضلك مش فاهمه، بكره لما تطلع نتيجه شغلي راح تيجي تشكريني وتعتذري لي كمان. اولا وإذا طلع كل اللي عم بتساويه فاشوش وضيعنا وقتنا وحضرته نفذ اللي براسه وتجوز البنت، ساعتها بتيجي حضرتك بتعتذر لي؟ أنا بحياتي ما اعتذرت من حدا. أو هاي نايف. What's the matter? You tired? I'm not tired. We have to talk. Okay. Let's talk. What do you want to talk about? Janet, games is over. Yes.
سامي، are you okay? Are you okay, baby? طيب انتي يعني ليش ما خبرتيني انك جاية؟ حبيت اعمل لك اياها مفاجأة، يعني مو انت لحالك بتعمل مفاجآت. شو هاي؟ ما ولا شيء ولا شيء، هاتي فوتي. سوري المفاجآت الفظيعة هي منى. منى مفاجآتك صايرة سريعة كثير وبطريقة مبتكرة كمان. فيك تقول هيك إذا بدك. شو قلتي عرفك إنه أنا هون؟ استنتج لأني حكيتك 50,000 مرة تليفونك مسكر، وبعدين دادي شافك اليوم، وأنا بعرف إنه أنت مشغول كثير بالدراسة الجديدة تبعك. هيك كان الحديث يعني بينك وبين أبوكي؟ طيب شو قال لك كمان؟ ما قال شيء أبدا. أبدا أبدا. سامي أنت ما بتعرف دادي منيح، أنا هيك بحس إنه بفهم دادي على الطاير من غير ما يحكي أصلا. يعني الله يديم هالتفاهم العظيم بينك وبين أبوك يا رب، وإن شاء الله أمك بتنعدى منه. I hope so. بس ما بعرف، بحس مامي رح تضلها هيك ودادي كمان رح تضل هيك. يعني بدك صراحة الله يعيني على هالعلقة. شو علقة؟ يعني قصدي علقة حلوة حلوة كتير بتجنن. ما فهمت شو يعني علقة؟ لا أبدا ما في شيء، يعني أنا عم بحاول فك رموز شخصية الولد العظيم. يعني أنت هلأ بدك تفهمني أنه دادي شخصية غامضة مش هيك؟ لا بالعكس بالعكس، شخصية عظيمة جدا، شخصية أوريجينال، نازل لي شرب بهالمياه المعدنية وما بيعمل إلا صفقاته بالسيارة وهي متحركة، بلف 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 وبيرجعك بالمحل ما أخدك على الشعرة على الصانتي. شو بدك أحسن من هيك؟ سامي أنا كتير مبسوطة أن أنت فهمت لدادي عالجد. ما قلت لي شو رأيك بمامي؟ تعرفي أنا جوعان كتير كتير، تروحي نتعشى؟ جيعان. Let's go.